امتى اقدر اسجل الشركه بتاعتي في البورصه؟ امتى تقدر تسجل الشركه بتاعتك في البورصه؟ طبعا الشركه بتاعتك لازم تكون على حسب بورصه ايه بقى، بورصه النيل ولا بورصه كبيره. لو بورصه النيل لازم يكون عندها راس مال حوالي 20 مليون، والبورصه الكبيره حوالي 50 مليون مدفوع، ولازم تكون طبعا عامله ارباح، ارباح لمده سنتين او ثلاثه. بعدين برضو انت عارف دي حاجات تشريعيه اكتر من حاجات بتاعتنا، احنا بنشتغل اكتر على الصناديق وادارتها وكده، مش على الحاجات اللي هي اللي شايفها. طبعا كل شويه طبعا لازم تراجع القوانين بتاعه ادراج الاسهم بتاعه اي شركه في البورصه مع الهيئه العامه للقانونيه، عشان بتتغير كل شويه الريكويرمنتس بتاعتها او المتطلبات بتاعتها. ليه حضرتك بتتغير كل شويه؟ بقى من تغيرات السوق. يعني حضرتك خدت بالك مع الاستاذه ريم قالت لك ان مثلا قبل الدولار ما يطلع كانت الشركه اللي عندها 2 مليون جنيه مبيعات بيعتبروها كبيره، بعد الدولار ما طلع بدات تبقى تنزل. ففي تغيرات دايما اقتصاديه بتخلي الهيئه العامه او بتخلي الناس المشرعين ومتطلبات في السوق تغير المتطلبات. هل متوقع ان الشركات تقدر تطرح اسهمها في البورصه بعد اول ميزانيه ليها؟ لا لا، لازم تكون مر عليها ثلاث سنين ربحانه في بورصه النيل ينفع. تقول اسال بقى الاستاذه ريم اللي هي كبيره. لا، ثلاث سنين طبعا.